اوكي، السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بنبلش في تشابتر 2، الوحده الثانيه من مساقنا اللي هي المونسيبل سوليد ويست كاركترستكس اند كوانتيتيز. لما نحكي عن النفايات البلديه، اللي بتنتجها البلديه، رح نحكي عن خصائصها كاركترستكس اند كوانتيتيز وكميات هاي النفاياتها في البلديه. اوكي، هلا لما بنحكي النفايات البلديه المونسيبل سوليد ويست، هي كل النفايات اللي بيتم انتاجها من اي تجمع سكاني. اوكي، مثلا ناخذ على سبيل المثال طول كرم، نقول النفايات البلديه اللي تنتجها مدينه طول كرم او اي بلديه موجوده في محافظه طول كرم، عتيل، عنبتة، الى اخره، اي تجمع سكاني. وكلنا بنلاحظ ان في عندنا الكونتينرز، الحاويات او الكانز، وفي عندنا اللي هي التركات اللي بتعمل على جمع النفايات الموجوده في هاي البلد. دكتور، داخل فين كمان المستشفيات؟ نعم، في النفايات المستشفيات بيتم الاصل يتم التعامل معها لوحدها، لانها هي نفايات خطره. الميديكال ويست ضمن الهازاردس ويست، يعني بنتعامل معها بشكل منفرد. هلا هاي النفايات البلديه ايش بتحتوي عنا؟ الميكست هاوس هولد ويست، النفايات اللي بتطلع من البيت، بتطلع من البيت من عندنا، هي ضمن النفايات البلديه. الريسايكابلز، المواد القابله للتدوير، مثل النيوز بيبرز، الالومنيوم كانز، الميلك كارتونز، البلاستيك سوفت درينك بوتلز، الستيل كانز، الكوريجيتد كاردبوردز، اذر ماتيريالز كولكتد باي ذا كوميونيتي. اذا كمان المواد اللي بامكاننا نعملها ريسايكلينج، زي الالومنيوم، علب الحليب، الكوريجيت كاردبورد اللي الاوراق هاي المقواه. كمان شو بتشمل الهاوس هولد هازاردس ويست، النفايات الخطره اللي بيتم انتاجها في المنزل، لان احنا كلنا في الدور ممكن ان نستخدم بعض المواد الخطره، مثل الادويه، مثل بعض مواد التنظيف اللي بيتم استخدامها في البيت. فبالتالي هاي ضمن المونسيبل هاوس هولد او المونسيبل سوليد ويست. الكوميرشال ويست كمان، لانها تدرج ضمن المونسيبل سوليد ويست، في معظم الحالات بيتم طرح هاي النفايات ضمن الحاويات اللي بتكون تابعه للبلديه. الياردز اور جرين ويست، اللي هي من الحدائق ومن عمليه تقليم الاشجار. الليترز اند ويست فروم كوميونيتي تراش كانز، الليترز المقصود فيها اللي هي النفايات اللي بتكون متناثره على جوانب الشوارع والطرق او في افنيه المنازل. البالكي ايتيمز، الاشياء اللي بتكون كبيره مثل الثلاجات، ممكن يكون عندنا اي شيء من الاثاث المنزلي الضخم. الكونستراكشن اند ديموليشن ويست، اللي هي النفايات الناتجة من عمليات البناء والهدم، في العمليات الإنشاء، مشاريع الإنشائية، لأنه بكون في عندي نفايات تيجي من البناء ومن عمليات هدم المباني. طبعا كيف بيتم تصنيف أو تعريف هاي النفايات بناء على الطريقة اللي بيتم جمعها فيها؟ فمثلا النفايات الناتجة من عمليات البناء والهدم بيتم تجميعها في حاويات خاصة، الرولر بيكون إلها، راح نحكي عنه في الشابتر اللاحق اللي هي الكوليكشن. النفايات المنزلية بتتم تجميعها في كانز، علب، أو في الكونتينرز، البنز خاصة. أوكي، هلا إذا بتطلعوا هان هي عندنا الصورة هاي بتوضح كيف بيكون عندنا النفايات البلدية. هاي الفيجر كمان بتوضح البيرسنتج لكل كومبوننت من النفايات البلدية. مثلا في عندنا البيبر، البلاستيك، الألمنيوم أو الميتالز إلى آخره. أوكي، هلا حتى إن ما يصير عندنا لبس في الموضوع، بدنا نعرف إشي اسمه الريفيوز، المواد المرفوضة، المواد المرفوضة من النفايات البلدية، اللي هي نقدر بين قوسين نحكي إنها اللي هي النفايات اللي بتم طرحها من المنازل. هاي for many reasons it's convenient to define refuses which include
solid waste generated by household including mixed non-sorted waste، يعني النفايات اللي بيتم انتاجها من المنازل بدون عمل اي تصنيف لها. الريسايكابل whether or not they are collected separately، المواد القابلة للتدوير سواء كان صار لها فصل او ما صار لها فصل. household hazardous waste if these are not collected separately، النفايات الخطرة اللي بيتم طرحها من المنازل اذا ما صار لها عملية فصل. الياردز ويست اوريجينيتنج وذ انديفيديوال هاوس هولد، اوكي اذا هان الياردز فقط اللي بيتم انتاجها من المنازل. ها لما يكون عندي انا مثلا حديقه منزليه، اذا اليارد اللي بيتم انتاجه من او الويست اللي للليارد بيتم انتاجه من عندي من البيت بيندرج ضمن الريفيوز. اوكي مشان هلا فيما بعد نعرف شيء الاشياء اللي not included in refuse definition. litter and community trash اللي هي النفايات المتطايره بتكون على جوانب الطرق. commercial waste because it's often contains many of the same items as household waste. ليش بنحط الكوميرشال ضمن هذا التعريف؟ لأنها في أغلب الأحيان تحتوي على نفايات مشابهة للنفايات الهاوسهولد. أوكي نفايات صناعية أو تجارية industrial and commercial waste تجارية. ها أوكي هلا by our definition refuse does not include، بناء على تعريف الرفيوز اللي حكينا إيش بيشمل. ها هلا شو الأشياء اللي ما بتم إدراجها ضمن الريفيوز ديفينيشن؟ أوكي أول شيء اللي هي الكونستراكشن أند ديمولشن ديبرايز. إذا الويست اللي بتنتج من عمليات الكونستراكشن أور ديمولشن are not included in refuse definition. أوكي البناء من نعم البناء والهدم كمان، يعني لما تهدم المنازل ها نفس الشيء. water and waste water treatment plant sludge، هلا في عمليات معالجة المياه والمياه العادمة بتشكل عندي اشي اسمه السلج، الحمأة بالعربي بترجموها not included. هنا كون عن دقيق مش ال water and waste water، no water and waste water sludge. اوكي okay. السلج هو ال not included in refuse definition. انا في البعض بيحكي هي مكتوب الووتر اند ويست ووتر، لا هو الووتر اند ويست ووتر سلادج. اوكي ليفز اند اذر جرين ويست كولكتد فروم كوميونيتي ستريتس اند باركس ان ذا فول، يعني اليارد ويست والاوراق والاغصان الشجر اللي بيتم جمعها من الطرقات العامه في فصل الخريف. فلا احنا مقبلين على فصل الخريف بصير تساقط لكمية كبيرة من الأوراق في الشارع، هاي ما تدخل ضمن الريفيوز ديفينيشن. بس إذا كانت في الحديقة الخاصة ببيتك لا هي ضمن الريفيوز ديفينيشن. أوكي طبعا احنا ممكن في بلادنا الكميات اللي بتم انتاجها من هاي اليارد ويست في الشوارع كميات قليلة، لكن في الدول الغربية كميات كبيرة بتكون يعني بتم انتاجها. مشان هيك بيضطروا انهم يعملوا محطات كومبوستينج قريبة من البلد مشان يتخلصوا من هاي النفايات ويستفيدوا منها. اوكي bulky items such as large abelians، يعني الاشياء الكبيرة البلكي ضخمة مثل اللي هي السيارات القديمة. أوكي يعني هاي بتندرج ضمن أو لا تندرج ضمن الريفيوز ديفينيشن. أوكي تري ليمز أند أذر لارج أوبجيكتس ذات أوفن ريكوير سبيشال هاندلينج، بدها يعني معدات خاصة مشان تتعامل معها. واضح شو الأشياء اللي ما بيشتمل عليها الريفيوز ديفينيشن؟ اوكي الكونستراكشن اند ديموليشن، الووتر اند ويست ووتر سلادج، اليارد او الليفز اند جرين ويست اللي بيتم انتاجها في الشوارع والطرق العامه، بعدين اللي هي البلكي ايتمز. واضح بالنسبه لهن هذول شو الريفيوز بيشمل ايش ما بيشمل. اوكي اذا بدنا نعرف المونسيبل سوليد ويست،
رياضيا بيشمل الريفيوز، لان احنا قلنا المنسبة للسوليد ويست هي كل الويست اللي بيتم انتاجها من الكوميونيتي او التجمع السكاني. اذا بيشمل الريفيوز، كونستراكشن اند ديموليشن ويست، الليفز اند اللي هي بالكي ايتيمز. هذا الجنرال ديفينيشن للمنسبل سوليد ويست. طيب هلا بامكاننا ان نعرف الريفيوز بناء على الاشياء اللي بيتم انتاجها as generated or as collected اللي بيتم جمعها. اوكي ليش؟ لان مش شرط كل اشي بيتم انتاجه او يعني as generated انه يصير له as collection. يعني هلا في البيت ممكن انه يصير عندي generation 10 كيلو جرام من النفايات، بس اللي بيتم طرحهن على الحاويات اللي بتكون في الشوارع ممكن يكون 5 كيلو او 7 كيلو، مش شرط، ممكن انه يتساوى، بس في معظم الاحيان الـ as generated is greater than as collected solid waste. اوكي فبالتالي اذا بدنا بامكاننا ان نعيد تعريف الريفيوز بناء على as generated and as collected solid waste. The refuse generated include all of the waste produced by household whatever is no longer wanted and is to be gotten rid of. اذا as generated هو كل النفايات، جميع النفايات اللي بيتم انتاجها في المنزل، كل النفايات هاي بنسميها as generated. زي ما حكيت لك اذا بدا تم انتاج 10 كيلو هذه هي as generated. لكن بعض يعني جزء من هاي النفايات بتم استخدامها بطريقة أو بأخرى، اللي هي مثلا سوي لها ريوز، ممكن سوي لها ريسايكلينج، ممكن نعمل إذا كان في عندي هوم كومبوستر أخذ الأورجانيك فراكشن من هاي الويست وعمل لها كومبوستينج. أوكي جائز يعني في هيك حالة. The fraction of refuse that is generated but not collected is called diverted refuse. المحول بتم تحويله. اذا الـ diverted refuse هو الـ waste اللي بتم انتاجه اللي هو generated but not collected، نسميه diverted refuse. واضح؟ الـ diverted هو الـ portion من الـ waste اللي بتم انتاجه بس but يعني ما بيصير له جمع، لانه بيروح مثلا ريوز بتسوي له، او ممكن تسوي له كومبوستنج اذا كان عندي اورجانيك فراكشن وعندك هوم كومبوستر في الدار. الجنريتد از جنريتد نعم الكولكتد كل النفايات اللي بيتم جمعها في الحاويه. اوكي بس الاز جنريتد هي كل النفايات، از جنريتد اند از كولكتد. طيب the as generated refuse is always larger than the as collected and the difference is the الجزء اللي بيصير له diversion. الفرق بين as generated and as collected هو ال diverted part. اوكي الفرق ما بينهم. اذا من نتعامل معها رياضيا as generated refuse equal ل as collected refuse plus diverted refuse. مظبوط رياضيا الاز جنريتد اللي هو الاز كولكتد اللي جمعناها زائد الجزء اللي صار له تحويل لاستخدامات اخرى. واضحه الفكره بالنسبه لكيف التعامل مع الكوانتيتي. هلا ليش احنا بنعمل دايفيرجن للسوليد ويست؟ يعني شو اهميه عمل الدايفيرجن للسوليد ويست؟ يعني انا لما يكون عندي 10 كيلو اذا حولنا 2 كيلو 3 كيلو لاستخدامات اخرى واللي الكولكتد كان من 7 كيلو، انا يعني بكون مستفيد في هيك حاله. ليش؟ لانه اول شيء تو انكريز ذا لايف اوف ا لاند فيل. يعني هلا اذا بدي اروح ال 10 كيلو، طبعا احنا بنحكي هنا كميه قليله على مستوى المحافظه، بتكون عندك اطنان، فأنا بقلل كمية النفايات اللي بتم إرسالها على مكب النفايات. هاي واحدة من فوائد عملية الدايفيرجن للويست. النقطة الثانية to reduce the cost of disposal.
بتعرفوا انه يعني النفايات لما بدها تنطرحها في المكب بدك تدفع مصاري، ها الفيز او التيبنج فيز فيه بناء على الوزن. اذا راح عندي 2 طن بدفع ال 2 طن، راح 1 طن بدفع ال 1 طن، وبالتالي انا بقلل من التكاليف لعمليه الفاينل ديسبوزال اوف ويست. اذا بامكاني ازيد اللايف تايم للسانيتري لاند فيل، بامكاني اقلل من تكاليف الفاينل ديسبوزال. وان ميجر دايفيرجن از ذا كولكشن اوف ريسايكابلز aluminum cans, newspaper, etc. that can be sold on the secondary materials market or composting of organic matter. يعني من المواد اللي بصير لها diverging أو diverted materials الألمنيوم cans أو الorganic fraction للmunicipal solid waste اللي بصير لها composting. وإحنا يعني بنشوف عنا في مجتمعنا كثير من السيارات اللي دائما بتجمع اللي هي الألمنيوم والحديد والنحاس، المواد اللي بيصير لها ريسايكلينج. اوكي، على نيجي للمونسيبل سوليد ويست جينيريشن. بالنسبه للجينيريشن اللي هي تولد او تشكل النفايات الصلبه، بدنا ناخذ هنا يعني التيبلز الموجوده عندنا كلها من اليونايتد ستيت. اوكي، اذا بنلاحظ في هذا الجدول هاي الاكتيفيتي من 1960 ل 2008، خلينا نتابع كيف عملية الجينيريشن للسوليد ويست. الجينيريشن التوتال كوانتيتي إذا بتلاحظ كانت 88.1، 121، 151، 205. بنلاحظ إن في زيادة مضطردة، طبعا زيادة عدد السكان، زيادة اللي هي اللايف ستايل، المودرن لايف ستايل، بنلاحظ إن في زيادة في كمية النفايات. لكن إذا بتطلع بين 2007 و 2008 بنلاحظ إن في 2008 أقل 249.6 هم 254.6. يعني ممكن في هيك حالة إن نفسر ليش قلت النفايات، ممكن the economic downturn يعني صار عندهم انكماش اقتصادي، لأن الانكم بيأثر على كمية النفايات اللي بيتم انتاجها، انتاج النفايات على الجينيريشن. او ممكن it might reflect better management، يعني عملية الإدارة السليمة للنفايات الصلبة أدت إلى تقليل كمية النفايات المنتجة. ممكن يكون في عندي من خلال وعي الناس. اوكي، بالتالي بنلاحظ ان بين 2007 و 2008 صار في عندي ريدكشن في الجينيريشن، مش شرط انه يكون هذا فاليد على كل المجتمعات. هلا بالنسبه للريكفري فور ريسايكلينج، الاستعاده مشان نعمل ريسايكلينج، طلع كان عندي 5.6 8 14 ونص 29. بنلاحظ انه في عندي زيادة مضطردة في الريكفري مشان نعمل ريسايكلينج، يعني عمليات الفصل للبلاستيك، للورق، للحديد، الألمنيوم، كل الميتلز مشان نعمل الهم ريسايكلينج في زيادة. وهذا إذا بتذكروا لما كنا نحكي على الماتيريال الفلو والإيكونوميكس أند سوليد ويست، قلنا ان احنا اذا بيكون في عندي سستينبل ديفلوبمنت لازم اعمل على الاستفاده من النفايات، نتعامل معها از ريسورس. اوكي، حتى ان نحقق التنميه المستدامه. هلا ريكفري فور كومبوستنج كان في البدايه يعني مش موجود، لكن في السنوات الاخيره صار في عندنا كميات كبيره من الويست بيتم تحويلها لمحطات الكومبوستنج وعمل الدبال او الكومبوست، السماد الطبيعي، كميات كبيرة. هنا اللي هو الجزء العضوي من النفايات البلدية بتم تحويلها لمحطات الكومبوستينج أو الأنايروبيك دايجيسيون ميبي كمان. هلا الكومبوستيون وذ انيرجي يعني عمليات الحرق أو الانسينيريشن للنفايات برضو بنلاحظ إن في عنا كمان زيادة. أوكي، فهاي يعني بعطينا الجدول تصور بالنسبة للجينيريشن اند مانجمنت اوف سوليد ويست في الولايات المتحدة الامريكية. اذا بالنسبة للجينيريشن في عندنا زيادة،
اوكي بالنسبه للمانجمنت من حيث الريكفري الكومبوستنج الريسايكلينج ها برضه في زياده. هذا بدل على ان في عندنا مانجمنت صحيحه بيرفكت مانجمنت للسوليد ويست اللي بيتم انتاجها في هاي البلد. بالنسبه للسوليد ويست جينيريشن اند كومبوزيشن بالنسبه لانتاج النفايات وتركيبتها, اذا بنلاحظ في الفيجر هاي هيستوريكال ترندز ان مونسيبال سوليد ويست جينيريشن اند كومبوزيشن ان ذا يونايتد ستيت, اذا بنلاحظ ان البيبر اكبر فراكشن من المونسيبال سوليد ويست, البيبر كله الكارد بورد النيوز بيبر الى اخره بشكل النسبه العظمى. كمان هاي في الفيجر هاي هاي بنلاحظ ان البيبر اند كاردبورد بتشكل تقريبا 34% من كمية النفايات اللي بيتم انتاجها. بعدين في عنا الثانية اللي هي الجلاس الزجاج, بعديها في عنا الميتالز نفس الشيء, البلاستيك, الفود, اليارد اند اذرز. اذا بتلاحظوا يعني هاي بعطينا بالنسبة للكومبوزيشن للتركيبة تركيبة هاي النفايات شو الأشياء الموجودة فيها. وكمان إذا بنلاحظ بالنسبة للسنين 1960 ل 2005 إيش بنلاحظ دائما فيه زيادة في إنتاج النفايات الصلبة. أوكي تطور الحياة وزيادة الإنكم كل هاي العوامل هلا رايحين نحكي عنها بتأثر على كمية النفايات المنتجة في أي تجمع سكاني. فأنت مثلا لما بدك تعمل دراسة على النفايات الصلبة بدك تحدد شو الكومبوزيشن, تأخذ الميجر كومبوننتس البيبر الجلاس الميتال بلاستيك الفود اليارد ويست. طبعا الكلاسيفيكيشن أو السورتينج إنها بيعتمد على أنت شو بدك تعمل في هاي النفايات. Variation in generation in the generation of municipal refuse. كيف بصير عندي التغير في الجينيريشن للسوليد ويست في أي تجمع؟ هل كمية النفايات اللي بتم إنتاجها متساوية على طول السنة؟ متساوية بالنسبة لجميع الأفراد؟ متساوية بالنسبة لجميع المساكن؟ خلينا نناقش هاي النقاط اللي بتأثر على تشكل النفايات الصلبة. The very cold months of the winter result in low generation rates. إذا في فصول البرد في الشتاء بتكون كمية النفايات المنتجة أقل. في فصل الشتاء كمية النفايات اللي بيتم إنتاجها بيكون أقل عادة حسب معظم الدراسات. ليش؟ لأن كثير من الناس يعني أبسط شغلة كثير من الناس نأخذ على مجتمعاتنا بيكون عنده صوبة حطب مثلا, هالنفايات اللي بيتم إنتاجها بيرميها أو بيحرقها في الصوبة مزبوط, وبالتالي بتقل كمية النفايات المنتجة في الفصول الباردة. زائد في الفصول الباردة في الشتاء راح تكون الرحلات وأقل والتجول في الشوارع يعني الهيومن اكتيفيتيز النشاطات البشرية بتكون أقل, بالتالي بيكون عندي كمية النفايات المنتجة أقل. أوكي هل بتلاحظوا هذا الاشي ولا لا مثلا في مجتمعنا؟ نعم في فصل الشتاء اذا بتروح تسأل اي بلدية بتحكي لك ان كمية النفايات المنتجة أقل من فصل الصيف. أوكي هلا النقطة الثانية refuse generation varies with the day of the week. اليوم كمان له دور. هلا عندنا الجمعة والسبت عطلة, يوم الأحد كيف بيكون كمية النفايات المنتجة؟ مضاعف. ليش؟ لأن في أيام الجمعة والسبت الناس كانوا يطبخوا ويشتغلوا وبالتالي بتكون عندي كمية النفايات ثاني يوم كميات كبيرة صح؟ لأن في هاي الأيام العطل ممكن يكون عندك نعم العالم يعني قاعدة في البيوت وبيتم إنتاج كميات كبيرة من النفايات. أول يوم عمل الكل هو نازل على عمله بيحمل هالنفايات وبيرميها في الحاوية, بالتالي بيكون عندك كميات كبيرة. في الأيام العادية بتكون الكميات أقل, وبالتالي
اذا بدنا نلاحظ عندنا احنا في مجتمعنا يوم الاحد بتكون كميات النفايات كبيره، ايام العيد نعم، ايام المناسبات هاي بتكون كميات النفايات كبيره، عندنا مثلا في شهر رمضان كمان بيكون كميه النفايات كبيره. مزبوط. collection frequencies او الفريكوانسي also affects the production of refuse. الكوليكشن فريكوانسي كم مره السياره بتمر، سياره النفايات سياره البلديه بتمر بتفرغ الحاويه. شو العلاقه بين الكوليكشن فريكوانسي والجينيريشن للسوليد ويست؟ شو بتتوقعوا؟ كل ما زادت الفريكوانسي كل ما زاد الجينيريشن. لا انا بحكي عن الفريكوانسي للكوليكشن، شو راح ياثر على الجينيريشن؟ الفريكوانسي بزيد فعالية تشغيل اللي هو التشغيل، بزيد كم وقت التشغيل وفترة التشغيل. لا هل عالي. الناس لما يكون لما يعرف انه بدها تيجي سيارة الزبالة انه مثلا بدل مرة بالاسبوع تيجي مرتين او ثلاث، بصيروا انه انتاجهم بزيد من نعم من كل ما زادت الفريكوانسي، يعني نعرف انه سيارة بتيجي في اليوم مرتين ها او مثلا بتيجي كل يوم بزيد انتاج النفايات، بينما لو نعرف انها بتيجي مره في الاسبوع بقل. ليش؟ انت بتحكي يعني ما هي جايه سياره الزباله بتحمل هالنفايات وبترميها، بينما لو بتعرف انها مره بدها تيجي في الاسبوع لا بتحكي طب وين نرميها، وبتكون مثلا باب الدار اذا ما فيش حاويات ما فيش شيء، ها بتحاول انك تجد لك طريق او طريقه انك تقلل كميه النفايات، بينما لما تكون موجوده سياره على طول وبتحمل هالنفايات اي شغله بصير تحمل وترمي. فكل الدراسات بينت انه كل ما زادت الكوليكشن فريكوانسيز الفريكوانسي للكوليكشن بزيد كميه النفايات المنتجه. الانكم بالنسبه للدخل للنفايات دخل الفرد وشو تاثيره على انتاج النفايات، كل ما بزيد دخل الانسان بزيد كميه بزيد كمية النفايات اللي بينتجها. بنحكي انها الانكم هاف ا بوزيتيف افكت اون ريفيوز جينيريشن، زيادة الدخل تؤدي الى زيادة انتاج النفايات. نمبر دويلينج، عدد السكان او القاطنين في المنزل. شو علاقة ما بين عدد الناس الموجودين في الدار وكمية النفايات المنتجة؟ هل تتوقع كل ما زاد عدد السكان بزيد ولا بقل؟ كل ما زاد عدد السكان بقل. بقل. يعني مثلا البلوزة أربع أخوة أو خمس أخوة تضغط على الواحد بطيئة للثاني ومن الثاني للثالث فبتكل لحد من النفايات. نعم. لما واحد يكون لحاله يكون مثلا يوم المعلبات. نعم. الطعام مثلا يزيد عدد النفايات. احتياجات فردية كلها أخذ مية أكيد راح تزيد. لا هو بالنسبة للعلاقة ما بين عدد القاطنين في الشقة أو المنزل وكمية النفايات المنتجة، كل ما زاد العدد بتقل كمية النفايات. هلأ أنت لما تكون نفترض نأخذ على سبيل المثال سكن طلاب، إذا كان طالب لوحده في الغرفة بده يجيب كل احتياجاته المأكولات المشروبات إلى آخره، وبالتالي راح ينتج كمية نفايات معينة. هلأ لو كانوا اثنين في الغرفة أو ثلاث راح يشتروا أشياء، انت راح تشتري مثلا علبة المشروب راح تشتري علبة واحدة، لما تكونوا ثلاثة تشتروا البوتل كبيرة. مزبوط. تخدمكم، وبالتالي ممكن تتشاركوا في اكثر من شغلة بتقل كمية النفايات المنتجة. اوكي ايش الناحية الثانية؟ في عندك كل واحد يلقى احتياجات شخصية مثلا الاوراق الكتب اللي ايوه الاحتياج الاحتياج في شيء بعوض ضل الثاني مثلا. لا الاحتياجات الشخصية مثلا طلاب انتو كلكم لكم نفس الاحتياجات بس احنا نحكي مثلا في الدار انت بتروح بتشتري البوتلز او الاشياء الكبيرة مشان ايش تغطي احتياجات اهل دارك، مش راح مثلا الحليب مش راح تشتري باكيت اللي هو مثلا 250 جرام، راح تشتري 1 كيلو ممكن تشتري 2 كيلو على اذا بدك تشتري الكرتونة الكبيرة ولا تشتري 4 كراتين من الصغار، أنو بي فيها كمية أكبر من الويست؟ الأربعة الصغار، صح؟ وبالتالي أنت لما يكون عندك عدد أكبر بيكون كمية النفايات المنتجة أقل. أوكي؟ وبالتالي كل هاي الفيجر عندنا هاي بتبين كيف إنه
البيبل بير دويلينج عدد السكان، كل ما زاد عدد السكان بتقل كمية النفايات المنتجة. الفيجر هاي بناء على الدراسات المعمولة. إذا كل ما بزيد عدد السكان في المنزل بتقل كمية النفايات المنتجة. تلاحظ عند سكنات الطلاب لما يكون عندك غرفة لكل طالب بيكون كميات كبيرة من الويست بيتم إنتاجها. عادة هيك. The effect of population density narration is still uncertain. يعني بالنسبة للكثافة السكانية لحد الآن يعني مش واضحة. البعض بيحكي كل ما زادت الكثافة السكانية بتزيد كمية النفايات المنتجة، البعض بيحكي لا، إن كل ما زادت الكثافة السكانية بتقل كمية النفايات المنتجة. فإذا بنلاحظ على الفيجر هاي البوبوليشن دينسيتي والويست كوليكشن، ما في عندي إيش صورة واضحة بالنسبة لكمية أو العلاقة ما بين كمية النفايات المنتجة والبوبوليشن دينسيتي. إذا لحد هاي اللحظة يعني الدراسات ما قدرت إنها تبين علاقة ما بين البوبوليشن دينسيتي والـ quantities of waste generated by communities. البعض بيحكي إن كل ما زادت الـ density بيزيد الـ generation، البعض بيحكي لا، كل ما زادت الـ density بقل إنتاج النفايات. ممكن إحنا نربطها بعدد السكان في مثلا بير دويلينج، في مثلا في المسكن زي ما حكينا قبل شوي، إن كل ما زاد عدد السكان بتقل كمية النفايات المنتجة. واضح بالنسبة للسوليد ويست جينيريشن كيف إنها الفاريشن في الجينيريشن على طول السنة من حيث الأيام الأسبوع الأشهر الفصول بالنسبة لل number of population. هلا شو العوامل اللي بتأثر على الجينيريشن للسوليد ويست؟ طبعا هنا احنا بنعتمد على نورث كارولينا موديل، بناء على نورث كارولينا موديل بنلاحظ ان اكثر شيء بيأثر على الويست جينيريشن اللي هو ايش؟ الديسبوزال في اور التيبنج في الرسوم. الرسوم كل ما زادت الرسوم راح يقل الانتاج النفايات. هلا في بلديه طول كرم لو بتفرض 100 شيكل، طبعا هنا بدك تستخدم اما الفوليوم او الويت بناء على الوزن او على ما يكون الا مبلغ مقطوع. اوكي، كل ما بيزيد الـ 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 الرسوم بقل كميه النفايات المنتجه. اوكي، فهاي اذا بنطلع على الايكويشن خاصه بالموديل بنلاحظ ان الديسبوزل في هي اللي بتأثر بشكل هي نيجاتيفلي على البرودكشن. يعني كل ما زاد الفي بيزيد او بيقل انتاج النفايات. سوري، واضح؟ طيب هلا الكاركترستكس اوف مونسيبال سوليد ويست، بدنا نحكي عن خصائص النفايات الصلبه. اول شيء رايحين نحكي عن الكومبوزيشن باي ايدنتيفيبل ايتيمز، بدنا نحكي عن تركيبه هاي النفايات. من اول الخصائص اللي بدنا ندرسها اللي هي تركيبه هاي النفايات. نعتمد على طريقتين في تحديد تركيب النفايات. اول طريقه اللي هي الانبوت ميثود. شو يعني الانبوت ميثود؟ كيف بنحدد الكومبوزيشن للنفايات؟ من خلال طريقه الانبوت ميثود. حد بيعرف الانبوت ميثود؟ احنا بنعتمد على داتا from published industry production statistics can be used for estimating waste composition. كيف؟ مثلا عندنا وزارة الصناعة تحكي لنا ان الانوال برودكشن على سبيل المثال of glass is about 12 مليون و 150 الف طن سنويا. اوكي، اذا عندي المعلومة ان انتاج الزجاج هو 12 مليون و 150 الف طن سنويا. انا في الحسابات سونر اور ليتر، عاجلا ام اجلا، هذول ال 100 او ال 12 مليون و 150 الف بدنا نرجع ازا ويست. اوكي،
باي طريقه بدهن يرجعن as a waste. Okay, and we can safely assume that all of this will end up sooner or later in waste, that is either disposed of or processed for material recovery. يعني كل هذا الزجاج اللي تم انتاجه راح يرجع as a waste اليوم ولا بكره ولا بعد بكره راح يرجع as a waste. طبعا هاي المعلومات بدنا نحصل عليها من عن طريق يعني وكالات زي مركز الإحصاء الفلسطيني مثلا، جهاز متخصص في جمع الداتا. ليش احنا بنعتمد عليها؟ لان عمليات اللي هي تحديد الكومبوزيشن عادة بتكون مكلفة، وبالتالي احنا بنعتمد على هاي الداتا في تحديد تركيبة النفايات. كمان اذا انا بدي اعمل بروجيكشن لكمية النفايات المنتجة بامكاني اعتمد على هاي الطريقة في تحديد البروجيكشن of generated waste. طب هسه النفايات اللي ما لهنش اعاده تدوير وين بروح فيها؟ بدها تروح على النفايات مش اللي هي مع الكوليكتد بارت. لو يتم دفنهن بصير بياثر شيء على ايش يتم دفنهن؟ يعني لو لاند فيلينج وديت لها فاينل ليدس نعم على السنتر لاند فيل. شو بالطوب؟ لان كانت عندنا محرق كبير ضخمه تاع الكفريات تم جاب يعني تراب ودفنها وصارت يعني حديقة وكل إشي بس تحطيه بطلع ما شاء الله بصير. مو هذا ما هذا مكب نفايات. في النهاية أي نفايات بتم إنتاجها إما بصير لها مثلا ريكفري ريسايكلينج ممكن تسوي لها ريوز والجزء المتبقي بيروح كله على مكب النفايات. الحديد راح الحديد راح دفنوه لازم استخرجوه هذولا واستفادوا منه. طيب قلنا اول طريقه اللي هي الانبوت ميثود. فهمنا كيف الانبوت ميثود؟ انا بعتمد على اللي هي كميه المواد مثلا تم تصنيعها، وانا من خلال هاي الكميات بدي اتوقع كميه النفايات المنتجه. مثلا اليوم انتجنا 100 طن، بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاث في النهايه بدها ترجع as a waste. اوكي، على الطريقة الثانية الـ Output Method Analysis of Waste Performing Sampling Studies. الـ Output Method أنا بدي أخذ Samples وأعمل على تحديد الـ Composition لهاي الـ Waste. Composition Studies should be used where accurate data are absolutely required for estimating the economics of future solid waste management alternatives. أوكي، الـ Sampling Methods إذا أنا بدي أحط نظام لإدارة النفايات الصلبة نظام دقيق لازم أعمل سامبلينج حتى أني أكون متأكد من الكومبوزيشن للويست اللي بيصير لها جينيريشن في هاي الكوميونيتي. أوكي، هنا مثلا نطلع على التابل جينيريشن اوف municipal solid waste components in United States. مثلا البيبر في عندي الويت جينيريتد مليون اوف تونز، هنا البيرسنت كم نسبته البيبر اند بيبر بورد مثلا 31%، الجلاس 4.9، الفرس ميتالز 6.3، الالومنيوم الى اخره. اوكي، هاي ببين لي كيف شو الكومبوننتس لهاي الويست في اليونايتد ستيتس. هلا بدي اعمل قلنا الانبوت والاوتبوت ميثود، هلا بدي اعمل سامبلينج للسوليد ويست. كيف بدي اعمل السامبلينج؟ Measuring composition by manual sampling. شو الطريقة اللي بعتمد عليها؟ الطريقة اللي بيتم عمل السامبل عليها اللي هي American Society for Testing and Materials ASTM standard test is used for determination of the composition of unprocessed municipal solid waste. يعني أنا بعتمد على الـ ASTM method في تحديد الـ composition للـ unprocessed يعني النفايات اللي هي الاز جينيريتد كما هي، ما صار لها بروسيسنج ولا صار لها سيباريشن ولا اي حاجه. اوكي، اللي هي الاي اس تي ام دي 5231/92. اوكي، هاي هي الطريقه اللي بنعتمد عليها از ستاندرد ميثود في عمليه تحديد الكومبوزيشن للمونسيبال سوليد ويست. اذا بنلاحظ في هاي الفيجر كيف انه العامل يعني عماله بحضر في السامبل.
ASTM recommends quartering and coning. إذن هلا كيف بدي أعمل أنا السامبلز؟ بيجيني اللي هي السيارة النفايات. في الأول بيجي عندنا الفرونت إند لودر اللي هي الجرافة تعمل خلط لهاي النفايات. لازم ينعمل لها خلط لأن ممكن تكون يعني إن نحصل على تجانس ما هو صعب استحالة يعني من المشاكل في إدارة النفايات الصلبة اللي هي إنها هيتروجينياس. فتيجي الجرافة بتعمل خلط لهاي النفايات بعدين بقسمها لأرباع أوكي. بعدين بعمل كمان خلط لهاي الأرباع وبقسمها لأرباع وبعملها على شكل كونينج مخروط ها مخروط حتى إني أحصل على سامبل سايز اللي هي 90 كيلو جرام تقريبا اللي هي الريبريزنتاتيف سامبل 90 كيلو جرام. هلا نمبر اوف سامبلز يعني كم سامبل انا بدي اخذ بيعتمد على الدقه اللي انا بدي اياها في تحديد الكومبوزيشن لهاي الويست اوكي. بالتالي بيتم اخذ العينات وتربيها ان نقسمها لارباع بعدين او على شكل كون 90 كيلو. هلا بالنسبه خلينا نحكي it's important to decide early in the sampling program what is to be measured. لما بدي اسوي sampling لازم اكون محدد انا شو اللي بدي اعمله يعني شو هي الكاتيجوريز اللي بدي اختارها او التصنيفات. مثلا بدي هاي المواد او النفايات بدي اعمل فيها مثلا كومبوستينج. اذا كان بدي اعمل فيها كومبوستينج لازم اقسمها انها اورجانيك وان اورجانيك مزبوط. لان انا اذا بعمل كومبوستينج بدي اخذ الاورجانيك فراكشن والان اورجانيك بدي افصله. لو انا بدي اسوي ريكفري ممكن افصل الورق افصل البلاستيك افصل الالومنيوم عن بعضهم البعض. وبالتالي عدد الكاتيجوريز اللي انا بدي اياها بيعتمد على شو الغرض من عمل السامبلينج. فمثلا ممكن نحط الميتال البلاستيكس اليارد ويست البيبر حسب البرنامج اللي انا بدي اياه. such a sampling study obviously would be يعني بالنسبه لعمليه السامبلينج المانوال سامبلينج بالايد شو راح تكون هاي العمليه very cumbersome مجهده شويه ومرهقه متعبه مش عمليه مش سهله انك لما بدك تعمل السامبلينج بالايد. النقطه الثانيه تايم انتنسيف خلينا نحكي مثلا عيوبها هاي عيوب هاي الطريقه انها متعبه تايم انتنسيف بدها وقت كثير اكسبنسيف حتى مكلفه ماديا تكون مكلفه ماديا. كمان not all items can be radially categorized into the desired components. كيف يعني لما بعمل السامبلينج مش راح اقدر اني افصل المواد يعني مثل ما بدي. مثال على ذلك يعني ممكن يكون عندك بوتل من البلاستيك مغلفه بورق ها طب تحطها هاي مع الورق ولا مع البلاستيك مزبوط. فيعني من المشاكل ان احيانا عندك مثلا اشي معدني مغلف بمطاط مع اي صنف تحطها مع الربر ولا مع الميتلز ولا اوكي. فهاي من الديس ادفانتجز لهاي البروسيس very cumbersome يعني مجهده او متعبه او مرهقه او ها اي وحده هاي not all items can be radially categorized into the desired components يعني مش كل الكومبوننت بامكانك انت تحددها حسب التصنيفات اللي انت وضعتها. واعطيتك مثال ان عندك بوتل من البلاستيك مغلفه بورق it is questionable if such details is really necessary in most cases يعني كمان يعني انا مش بالضروره دائما انا بحاجه الى تحديد الكومبوننت 100% اوكي. طيب بعد ما اعمل السورتينج لهاي النفايات باخذها على المختبر وبعمل توزين لها وتنظيفها من الملوثات وبعدين بعمل لها دراينج اير دراينج ها حتى انها تكون
جاهزة لأي عمليات أخرى. ميجرينج احنا حكينا بالمانوال سامبلينج، هلا بإمكاني طريقة ثانية لميجرينج كومبوزيشن باي فوتوغرامتري عن طريق التصوير. إن بدل ما أعمل بالإيد وأفصل بإمكاننا إن نحدد الكومبوزيشن لهاي النفايات باستخدام اللي هي الفوتوغرامتري، اللي هي هاي طريقة بديلة للتحديد المكونات بالطرق اليدوية. بتعتمد على انك تاخذ صورة بزاوية 90 درجة وتكون مقسمة 10 في 10 جريد بلوكس، اوكي، تظهر عندك على مثلا الجدار ان صورة بتبين لك كيف تركيبة النفايات. اهم شيء في هاي الحالة ان ما تكونش النفايات يعني مضغوطة على بعضها البعض، لازم تكون ايش شوية مفصولة مشان تقدر تحدد شو الكومبوزيشن لهاي النفايات، لان اذا كان في اشي مغطى بشي ثاني مش راح تقدر انك تحدد شو تركيبها. اوكي، هلا هاي الطريقة لها بعض الديس ادفانتجز، طريقة التصوير الفوتوغرامتري شو الديس ادفانتجز إلها؟ its accuracy is dependent on bulk density figures that must be fine thin. ها تعتمد على البالك دينسيتي للمواد اللي بيتم تصويرها، ها الكثافه الظاهريه البالك دينسيتي، ها هل هي مثلا مضغوطه على بعضها ولا ايش بعيده عن بعضها. زي ما حكيت قبل ان لما تكون كلها مضغوطه كثير بيكون من الصعب تحديد المكونات بدقه. The time required to analyze one picture is substantial and it may be faster to simply classify the material manually and with the samples. يعني الوقت اللازم لتحليل الصورة أحيانا بيكون وقت طويل، ومن الأسهل إنك تأخذ عينة وتحللها بإيدك. أوكي، لكن هنا بدك تأخذ بعين الاعتبار من فوائدها إنه لما أنت بتكون في غرفة تحلل في صورة مش راح تنضر من الروائح من الأمراض إلى آخره. أوكي، الأدفانتج لهذه الطريقة الفوتوغرامتري إن النفايات بتكون في مكان وإنت في غرفة آمنة، ما في عندك أي ضرر ممكن إنه يلحق فيك. Useful for waste that have a limited number of components. يعني مفيدة أو يعني قابلة للتطبيق أو الاستخدام للنفايات اللي ما فيش فيها كثير من الكومبوننتس. أوكي، يعني عدد الكاتيجوريز اللي فيها بتكون قليلة. واضح كيف إن احنا بإمكاننا نحدد الكومبوزيشن عن طريق الانبوت ميثود والاوتبوت ميثود، وحكينا كيف إن المانوال سامبلينج وهي طريقة اللي هي الميجرينج للكومبوزيشن باي فوتوغرامتري. اوكي، المويستشر كونتنت من الكاركترستكس اللي لازم نعرفها عن النفايات اللي هي المويستشر كونتنت. ضروري ان نحدد المويستشر كونتنت لانها بتاثر على كثير من العمليات الخاصه بالنفايات، البروسيسنج اند تريتمنت اوف مونسيبال سوليد ويست. مثلا اذا بدنا نعمل انسينيريشن او بدنا نعمل كومبوستينج او بدنا طرق التعامل مع النفايات بتحددها اللي هي المويستشر كونتنت. كيف بنقيسها؟ المويستشر كونتنت تساوي الويت ويت ماينس الدراي ويت على الويت ويت. هنا احنا بنتعامل على الويت بيسز. اوكي، اذا بنلاحظ الفود ويست هذا التيبل ببين لي شو الكومبوننتس للسوليد ويست وشو بيكون المويستشر كونتنت. مثلا الفود ويست من 50 ل 80 الافرج او التيبيكال فاليو هي 70%، يعني 70% بتكون نسبه الرطوبه في هاي الويست. يعطيكم العافيه.